تروم تحييد واجهاض المخططات الارهابيه المحدقه بامن واستقرار المملكه المغربيه. هذه العمليه تمت بشكل متزامن في عده مدن مغربيه، لان هذه الخليه الارهابيه عندها ارتباطات وامتدادات في عده مدن مغربيه. كانت هناك عمليه صباحيه في مدينه طنجه، الصخيرات، تماره وتبت، وهذه العمليه هذه اسفرت عن توقيف 5 أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف، واللي كانوا بلغوا واحد المرحله متقدمه من الاعداد والتحضير للقيام بعمليات انتحاريه باستعمال احزمه ناسفه. خلال هذه العمليه كانت واحد المواجهه عنيفه من جانب هاد الاشخاص المتشبعين بالفكر المتطرف. عناصر ديال التدخل والاقتحام اطلقوا عده عيارات بشكل تحذيري وقنابل صوتيه وقنابل لحجب الرؤيه على هاد الاشخاص المتطرفين، والحمد لله ما كانت العمليه ناجحه. تصاب واحد العنصر للاسف ديال عناصر التدخل السريع بواحد الجرح بالغ على مستوى الساعد ديالو، ولكن العمليه الامنيه تمت بنجاح، تم تحييد الخطر الارهابي، تم توقيف 5 عناصر اللي كانوا يزعمون القيام بعمليات انتحاريه باستعمال صدرات واحزمه مفقاه. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.